السلام عليكم. نكتة بايخة عن الفيم. في نكتة بتقول مرة عسكري جرور الحرامي سبقه، تمام، اللي هو فقد التفرقة بين الهدف والغاية. هل هو الهدف ان هو داخل سبق مع الحرامي ومين اللي هيطلع الأول، ولا الهدف ان هو يمسكه؟ هي دي الفكرة، ان في بعض الأوقات بيصبح في مشكلة ان هو هل الهدف ان احنا نعمل بيم، هل ده تارجت بتاعنا ان احنا نعمل بيم، هل الغاية بتاعتنا ان احنا نعمل بيم، ولا الغاية بتاعتنا ان احنا نقلل التكلفة، نقلل الوقت، نحل المشاكل، نشتغل بطريقة اسلوب صح، نطبق مثلا اسلوب زي اللين. يعني الفكرة كلها ان انا عايز ازود الجودة، اقلل التكلفة، اقلل الوقت. ده اللي انا فاهمه. في بعض المشاريع بيجي لي ناس عايز يعمل بيم وخلاص. يعني هو الراجل بيقول لي في المشروع، كان هو بياخد المشروع، قال له هتعمل موديل البيم، فهو فاكر ان هو في حاجه ملف هيحمله من النت كده، ورقه يكتبها ويبعتها. ففوجئ بعد ما خلص المشروع وكل حاجه تمام زي الفل، بيقولوا خلاص انت هتسلم المشروع، لازم تسلم له موديل البيم، والا هتدفع غرامه ان انت ما تلزمش بالاتفاقيات. فهو عايز اي موديل بيم ما يكلفوش حاجه، لان هو ما كانش عامل له ميزانيه. ده الموديل اللي هتحصل في الفتره اللي جايه نتيجه تطبيق البيم في مصر بشكل اجباري وبصوره غير يعني تدريجيه. القرار نزل وخلاص، فما كانش في مكاتب مستعده. فيقول لك ايه، بص هو الموديل كده هنعمل لك حاجه كده 3D، ممكن يتعمل مثلا على الماكس او السكتش اب، ويروح بعته لك على ملف كده ويقول لك اهو اشتغل بيه، تمام، وهتلاقي الشغل كله بيتم لوحده، والبيم ده بيتم في مكان تاني. يعني ممكن يبعت البيم مثلا لاي هند بتاع، يقول لك احنا بعتوا لنا الموديل بعد شهرين ثلاثه، والبيم ملوش علاقه بالشغل، فمبقاش الفايده في عك كتير، تمام. فتخيل احنا بنتكلم ان البيم بيكون هو موديل مطابق للواقع، لكن بتخش تلاقي حاجات كتيره معموله 2D. تلاقي مثلا هو في مثلا مكنه مش عارف يرسمها، فرح رسمها على انها عمود كبير وغير الأبعاد بتاعتها، مجرد بس ايه تأديت غرض. تلاقي المكنة مفيهاش توصيلات، يعني تلاقي كل حاجة عك في عك، تلاقي الموديل معكوك واسم موديل بيم، تمام. فطبعا في حاجات بتتعمل على أساس يبقى في تشيك على الموديل، بحيث تأكد ان الموديل ده سليم واترفض. انما لو مفيش لجنة بتتقبل، وفي بلاد كتيرة بيقول لك انا عايز موديل بيم وخلاص، فانت بتدي له موديل بيم ما عندوش حاجه تقول اه ارفض او اوافق. فهي دي الفكره، هي دي المشكله اللي احنا بنتكلم فيها. لازم يكون في قواعد عشان يتقال الموديل ده متوافق عليه. لا، في تسميه معينه، في طريقه شغل معينه. الغرض ايه؟ احنا الغرض بتاعنا ان احنا نعمل حاجه تفيد المالك، تفيد المهندسين اللي شغالين في المشروع، تقلل سوء الفهم، تقلل المشاكل، وهكذا. يبقى في استفاده من البيم. يعني لما تيجي تتكلم عن استفاده البيم، ممكن نتكلم محاضره ساعتين ثلاثه. طب هل فعلا ده بيطبق في المشاريع؟ مش كلها بتطبق، حسب الناس اللي موجوده وحسب تقبل المشروع. وفي مشكله ان انت ممكن الديزاين عامله سليم جدا، لكن بينزل المقاول ما عندوش تيم مهتم بالبيم، فالاستفاده بتبقى قليله. دي اللي احنا بنتكلم فيها. الموضوع مسار، ازاي نحسن الجوده، ازاي ان احنا كل الشركات تشتغل بطريقه سليمه. ده اللي احنا بنسعى ليه وبنهدف ليه. مش الفكره ان انا ابقى عامل بيم، تمام، مش الفكره ان انا ابقى واخد شهاده ان انا شغال بيم وانا مش مستفاد حاجه في الشركه، والناس اللي موجوده مش فاهم حاجه، مجرد بس انها بترسم حاجه 3D كانها بتشتغل على 3D ماكس.